دينو هذا صوت من؟ زينو هذا صوت من؟ كان صوت شيبوب. أنا شيبوب. هلا زينو، كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. شو أخبارك يا زينو؟ الحمد لله. مبسوط يا زينو؟ الحمد لله. وين أمين البحار اليوم؟ لا أعلم، يبدو أنه نائم. يحب ينام كثير أمين البحار. ايش اخبارك طيب؟ ما كلمتني عن فضائي وعن الفضائيين كلهم. الحمد لله كلهم بخير. اي وبشرني عنك، عساك مبسوط. الحمد لله. بسألك فضائي وش يسوي غير يعني اذا ما نزل الارض وش يقعد يسوي في الفضاء؟ يعني وش قاعد تسوي الحين؟ يسوي أبحاثه ودراساته العلمية. يا أخي فضائي هذا فاضي. ويكافح الشر والأشرار مثلك. يا شباب، ألم تسمع عن أحدث اختراعاتي؟ وش ذا لي معك؟ هذه يد إذا مسكت الأشرار تكهربهم وتعيدهم إلى الخير. صحيح. بس 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 أنا أنا لا 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 اسمع دقيقة. حتى انا جبت لك اختراع حلو. ما هو؟ انا بعلمك شيء، بس بقولك شيء يا زينو، لا تعلم امين البحار ولا تعلم مرجانة ولا تعلم ولدي سلهب اني انا مخترع. من مدى وانت تخفي علينا شيء؟ انا اعرفك جاهل فاشل. لا انت ما تدري، انا اسوي نفسي ما اعرف بس عندي اختراع. طيب ارني هذا الاختراع. قل 1 2 3 عشان تشوف الاختراع. بس اسمع، عندي شرط. ما هو الشرط؟ الاختراع هذا لازم في واحد يجرب الاختراع، يعني ما يصلح اللي سوى الاختراع يجرب على نفسه، لازم يجرب على واحد ثاني. فانت الحين بما انك تحب الاختراعات وتدعم الاختراعات، ودي اجرب اختراعي عليك، موافق؟ حسناً. الله يا أخي، لكن بشرط ألا يؤذيني هذا الاختراع. يؤذيك؟ لا وش يؤذيك؟ وبعدين يعني أنا لقبي، تدري وش لقبي في الفضاء؟ ما هو لقبي؟ لقبي شيبوب الطيوب، اللي كل الناس يسمونه الحبوب. يعني تخيل، أنا ترى شيبوب، تراني طيوب وقلبي طيب، بس احيانا ولدي سلهب ياثر علي، يخليني اسوي حركات انا ما. أم انت تؤثر عليه؟ لا لا لا، احنا في الفضاء الولد هو اللي ياثر على ابوه. يعني انت اذا انت كنت ابو ما انت كويس، ولدك يعني قاعد يعلمك وكذا وحتصير كويس. حسنا، هي ارني اختراعك. يلا غمض عيونك. اغمض عيناك؟ اي غمض عيونك يعني عشان كذا حركات. حسنا. لا قاعد تشوف. أنا بغلق أعيني. يلا قل 1 2 3. 1 2 3. أفتح عيني. دقيقة لا تفتح عينك. دقيقة. يلا افتح عينك. تا تا تا. هذا شيء. إيش رأيك في اختراعي؟ هذا صحن أم ماذا؟ هذا جهاز تحطه على الرأس كذا، بعدين بالريموت يعني يسافر فيك، يوديك أي مكان. أنت بتسافر مثلاً؟ نعم، أمنيتي أن أذهب إلى المحيط هادي، ولكن ألا يشبه هذا الجهاز إنه اللي ما الريموت يتحكم بالثاني ولا أنا غلطان؟ لا 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 لا، هذا الحين لو أحط الجهاز على رأس واحد مثلاً
واكتب مثلا هنا المحيط الهادي، طق زر يروح فجأة يلقى نفسه في المحيط الهادي. حسنا هيا ضل جاد على راسي متحمس. وبقول لك شيء، انا ليش ما جربت على نفسي؟ ليش ما سألتني جربت على نفسي؟ ليه؟ لاني لو انا كتبت مثلا المحيط الهادي اروح المحيط الهادي، طيب من يرجعني هنا؟ فهمت؟ الريموت ما يروح معايا، يجلس هنا. طيب واذا انا رحت المحيط الهادي مين بيرجع؟ انا ارجعك، اكتب مثلا احط من المحيط الهادي الى مرجانة ومن مرجانة الى المحيط الهادي، وتروح وتستانس وترجع تلقى نفسك هنا، وبعدين تقول تبغى المحيط الاطلسي. حسنا حسنا هيا تحمست. تعال تعال قرب. اسمع، اتريد ان تعود من المحيط الهادي او لا تعود؟ اريد ان اعود اكيد. تبغى ترجع؟ بعد ما اروح عشان اساعد امين البحار. طيب. بالنظر عليك يا شرير. لا اصبر، انا الحين بصير خير معاكم. طب خلينا نجرب. لا 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 يعني تجرب علي بعدين نجرب عليك. لا 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 اي انا اول شيء انا بعدين اذا صرت خير. اسمع، بما انك اكبر مني اسمع. الحين شوف، ها وش مكتوب؟ من مرجانة الى المحيط الهادي. حسنا هيا بعد دقيقة. اسمع، في وانت رايح في كافي على الطريق، تبغى اكتب لك ولا لا؟ لا انا اشحن نيتروجين. انا ما تشرب قهوة؟ لا لا، حنا اذا سافرنا نشرب قهوة عشان صحصح. مو نيتروجين زي؟ لا لا. اسمع، خلاص ساضة وهذه الصحن على رأسك، هيا بسرعة هيا. وابتعد قليلا عني، ارجع مكانك، اذهب قليلا. نعم. تذهب الى المحيط الهادي تتحقق امنيتي. لا تخف يا زينو. لست خائف، فرح للغاية، سوف احقق امانيك. زينو، يجب ان تقف مستقيما وتغمض عينيك. متحمس. زينو. نعم. هل تحفظ دعاء السفر ام تحفظ بعضه؟ احفظه كامل. ما شاء الله. اذا قلت ستارت فقل دعاء السفر لانك ستسافر. حسنا. زينو سوف انا مبسوط. زينو هيا دقيقة. واحد، قل معي يا زينو. واحد. اثنين. ثلاثة. الحين يا زينو انت سافرت بس ما تدري وين سفرتك. يا سلام زينو، الحين ما يدري وينه. يا سلام يا زينو. اول شيء نتخلص من الأدلة. وين واحد جاهزين؟ عشان ما حد يشوفها. يا لو سمحت. نعم. بسألك سؤال. ما هو السؤال؟ انت مين؟ انا؟ ايه؟ انا سلهب. انت مين؟ انا سلهب يا بابا. ولدي سلوبي. اهلا بابا. سلهوبي الشطور، كيف حالك يا سلهوبي؟ كيف حالك يا بابا؟ مبسوط يا سلهوبي؟ الحمد لله. سنقضي على امين البحار. الله عليك يا سلهوبي. اقول لك يا سلهوبي، تصدق امس فقدتك، يعني قلت اكيد انك رحت تحتفل ونسيت ترجع لنا، بس كيف احتفالك مع اخوياك؟ الحمد لله احتفال كان مره حلو. احتفلت بالفشل؟ ايوه كفو، احتفلت بالفشل. ايوه. سلهوبي اسمع يا سلهوبي. ترى امين البحار يا بابا لدي لك مفاجاه. وش مفاجاتك؟
انظر انظر إلي. ها؟ ماذا؟ وإني لا أفتح عيني. الله! حين أفتح على كثير ولكن لا أجد أحدا. الله الله! سلومي سلومي سلومي! هذا سلهوبي اللي أعرفه. نعم. اسمع اسمع يا سلهوبي. نعم بابا. سلهوبي بقول لك شيء مهم. ما هو؟ الأسبوع ذا يا سلهوبي لازم فوز. لا تخاف يا بابا. إيه اسمع أقول لك شيء ثاني. ترى 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 أمس أنت ورطتنا فزت مع عميل بحار. أنا؟ لا لا بابا. أنا فزت مع عميل. لا 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 لا. لا أنا كنت أحتفل مع أخويا. صح صح. اسمع أقول لك شيء يا سلهوبي. أمين البحار جاي لحاله، تدري؟ جاي لحاله ما جاء معاه. يذقن عليه يذقن عليه بدون مساندين. اقول 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 سلم سلم علي بذي. لا لا هذه 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 لا هذه ما تسوي لك شيء يا بابا. لا لا ما تسوي لك شيء. ها قفلتها قفلتها قفلتها. ايش هذه؟ قفلتها يا بابا ما تسوي شيء ما تسوي شيء. قفلتها قفلتها يا بابا. من وين جايبها هذه انت؟ هذه لقيتها في الارض اخذتها. ما هذه خطيره هذه؟ مصح ان نسرق حق الناس. كفو سرقنا. يا بابا انا زينو قفلتها. يا زينو يا اخي تعال تعال تعال. انت ايش سوي هنا عند هذا؟ زينو زينو انت امس ما شاء الله تبارك الله ما قصرت. اهل الارض كلهم مبسوطين، يقول المساند حقك قوي وفزتوا على 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 عائله مياو، والفشلة اللي يفرحوا بالفشل وعكس النجاح تماما اللي ما عندهم اي سالفه. انا بسالك انت ما شاء الله تبارك الله امس فزت، من فين جبت القوه هذه اللي خلتك تفوز؟ كيف فزت امس؟ طيب شكله السؤال شويه صعب عليك يا زينو. طب انا بسالك سؤال ثاني، انت اليوم جيت بدري ما شاء الله، انا جيت واسمع صوتك من بدايه مرجانه ما شاء الله، وتضحك ومبسوط وكذا ما شاء الله تبارك، يعني شكلك اليوم حتى ما شاء الله ماكل كويس وجاي صحتك تمام. ايش وداك عند هذا؟ هذا شيء بو شرير. مين زينو؟ من زينو؟ اي من زينو؟ يا اخي ومن انت؟ يا اخي يا اخي شوف ترى مو وقت مقالب وكذا يا زينو. ايش بك صلى على النبي. ما استهبل مين زينو؟ انت زينو. خليني اتكلم لك لغه عربيه ممكن تفهم. هل انت زينو؟ لا ما اتكلم عربي اتكلم عام يعني. اوف يا لا 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 والله مو طبيعي. انا مو زينو. انت مين اصلا؟ اول شيء انت مين ومين قال مين قال اصلا تسحبني؟ دقيقه دقيقه دقيقه. انت اللي مين؟ اذا انت مش زينو انت مين؟ طب انت اول شيء مين؟ انت اول شيء انا امين البحار. انا سلهب. لا 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 انت الطقطق الطقطق والله الطقطق. لا انا سلهب. اول شيء عرفني من نفسك انت مين يا اخي. انت اتحولت من اللغه العربيه ولا 100 مره اشرح اقول لك انا مين اتكلم مين؟ عامي بس مو انك تطيرني من مخك مره واحده. انا امين البحار يا زينو. واني اوف 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 لا افتح عيني اوف 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 حين افتحها على كثير ولكن لا اجد غير باباو. باباو ابني. مين باباو؟ ابني شيبوب ابوي. شيبوب شيبوب ايش سويت؟ دقيقة 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 لو سمحت باباو. ولدي هذا حبيبي تعال. إيه؟ لا تكلم الغرباء. ايه زينو حاضر يا باباو. هذا ولدي. لا 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 الموضوع ما هو طبيعي باباو. الحين الحين يا سلهوب سلهوب المفروض ما تروح عند الغرباء هذول الاشكال الغريبه. هذا هذا بابا ماني بروح عنده ابد. اسا وش رايك سلهوبي نخلي مرجانه تصورنا؟ يلا يلا مرجانه. دقيقه يا مرجانه. ايه دقيقه. بالله مرجانه نزلونا في الهاشتاج. ها واصدقاء عائلة مياو خذوا لنا صورة ونزلوها في الهاشتاج. ايوه هاي 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 هاي. يا شيبوب ايش الكلام ذا اللي انت قاعد تقوله؟ خلاص الصورة انحرقت من كثر ما انت يا شيبوب. بسم الله لا ترمي مدرجة بابو على بابو. انا ما اتكلم معك اول شيء خليك على جنب يا شيبوب انت، لانه انت اصلا العادة فيك انك شرير. انا بتكلم مع زينو. انت ايش زينو؟ مين زينو؟ مين زينو؟ انا سلهوب. نعم مرعب القلوب ملك الشمال والجنوب. الولد ده يا جماعه تاخير الناس
يا زينو انت تهكرت ولا ايه؟ مو زينو انا اسمي سلهب. امس ادلعك. خليني اذكرك اقول لك يا مارشميلو يا دلع. مين مارشميلو؟ انا كنت امس احتفل مع اصدقائي بالفشل. تمزح مع اصدقائي؟ ان هذا ابني سلهوبي وهذا ببار. اقول لك شيء. ايوه. تذكر الشهاده اللي قريتها امس؟ ايوه. هذا صاحب الشهاده اللي قريتها امس. ايوه هذه شهادتي افوز وافرح بالفشل. يا كل المتابعين ارسموا زيي. لا اله شيبوب. لا اله انت خربته. انت شكلك ايش سويت في زينو؟ مين زينو؟ مين زينو؟ مين زينو؟ يكرر زينو زينو. هذا شيء جديد. معليش سلهوبي وريني اياه. في احد جاي اسمه زينو؟ سلهوبي سلهوبي. نعم بالضبط. هذا 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 امين البحار ترى احيانا يجيب كلمات واسماء غريبه تحس يصحى من النوم يقول ها في بالك اسم واحد زينو يلا بقول عن سلهوب اسمه زينو. صح. شوف حتى لدرجه انه نازل وجاي واحد بدون مساعد. ايه وين مساندك اليوم؟ ها وين مساندك؟ روح عند قميصك ذا. شوف شوف اقول لك شيء. شوف قميصه كان في عنقه صح؟ شيبوب. تضحك مبسوط؟ اي زينو ايش سوى فيك شيبوب؟ سلهوبي ولدي يقول مين زينو؟ مين زينو؟ انت انا بسألك سؤال. انت ليش جايب هذا العصا اليوم معك؟ ليه اليد هذه جبتها معك؟ هذه عصا لقيتها في الارض فسرقتها اكيد. ايوه هذه عادات عائلة مياو. اوف سلها سلها والعصا شو؟ لا لا طفيتها يا بابا. يا جماعة الخير هذه شكلها ما منها فايدة. يا جماعة الخير انا حقرا من الهاشتاج حجيب جوالي دحين. انا لاول مرة حفتح جوال في البحر وحقره واشوف ايش اللي صار. قولوا لي ايش اللي صار؟ انا كنت جاي في الطريق وكان في مركب قدامي يعني كذا سقطت علي وصدمت فيها وتاخرت في اللحظه. اقول لك شيء. ايش سويت في زينو؟ ما سويت في زينو. اقول لك يا يا, يا 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 جمهور يا جمهور